الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أعظم كتب العقيدة ومن أعظم كتب التوحيد. وكلمة السنة عند الأولين كان يراد بها العقيدة والتوحيد، كان يراد بها العقيدة والتوحيد. شوف الآن هو مسميه أصول السنة، لكن من كلمة السنة دي ما بتلقى الكتاب جوا، مثلا زي صحيح البخاري أو زي صحيح مسلم أو زي سنن أبي داود، أحاديث فقط هكذا، صح ولا ما صح؟ الكتاب ما كده، مع أنه مسميه أصول السنة، لأنه كان كلمة كتاب السنة أو أصول السنة عند السلف كان معناها العقيدة، كان معناها العقيدة. وألفوا الكتب دي لما ظهرت البدع والمحدثات، ألف الخلال كتاب السنة، وألف الإمام أحمد كتاب أصول السنة، وألف البربهاري كتاب شرح السنة، وهكذا. لما ظهرت البدع طوالي العلماء من السلف ألفوا كتب أصلوا فيها للسنة والاعتقاد لما ظهرت البدع. يقول هنا الشيخ الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما شنو؟ بما كان التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه قال أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله؟ ليه قال كده؟ لأن يا جماعة الآن كل الجماعات والفرق اللي بيسموها إسلامية، لو مسكت أي جماعة بقول لك نحن على الكتاب وشنو؟ والسنة. أي جماعة، لو مسكت الصوفية بقول لك نحن على الكتاب والسنة، التجانية على الكتاب والسنة، الأخوان المسلمين يقول لك نحن على الكتاب والسنة، التكفيرين والدواعش والسرية يقول نحن على الكتاب والسنة، كله نحن على الكتاب والسنة. الضابط شنو؟ واللي بيفرق بين الجماعات دي شنو؟ الفهم الصحيح للكتاب والسنة. والفهم الصحيح للكتاب والسنة لا يمكن أن يكون فهما صحيحا إلا إذا كان بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي بيفرق بين الجماعات المبتدعة دي كلها مش إتو على شنو، ما حيقول لك إن أنا على الكتاب والسنة. اللي بيفرق بيناتنا نسألهم سؤال، نقول لهم الكتاب والسنة ديل بفهم من؟ تلقى جماعة الترابي بفهم التراث، يقول لك ده المجدد. القادرية يقول لك نحن بفهم شيخنا. التجانية يقول لك كتاب والسنة بفهم من؟ أحمد التجاني. لحد ما وصلهم انه قال عنده صلاه نجره والفها من راسه تساوي القران، قراءتها تساوي قراءه القران وختمه القران كاملا 6000 مره، لانه ده بيفهمهم هم براو. فاذا الصحيح والمنهج الصحيح والصراط المستقيم هو التمسك بالكتاب والسنه، لكن بفهم من؟ الصحابه. عشان كده هنا الامام احمد قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه من؟ أصحاب الرسول. وإلى هذا المعنى العظيم أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي؟ يعني الواحد الناجي دي منه؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. هل سكت لحد هنا يا جماعة؟ قال: وأصحابي على مثل ما أنا عليه اليوم. وشنو يا جماعة؟ وأصحابي. الشيخ الألباني قام علق: لو قال النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وسكت، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه الهدى والصراط المستقيم
والإسلام الصحيح، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن ليه ما سكت؟ قال ما أنا عليه اليوم وشنو وأصحابي. قال شيخ الألباني دلالة على أن الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفهم فهما صحيحا إلا بفهم أصحابه رضي الله عنه. عشان كده الشيخ قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول. ونحن دائما بنقول واجب نفهم الكتاب والسنة بفهم من؟ الصحابة. من يستدل بها دليل من الأدلة؟ عليكم بسنة. كويس. ثاني من الأدلة؟ نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المفسرون المؤمنين في هذه الآية الذين أمرنا باتباع سبيلهم هم الصحابة. طيب ومن وين عرفوا ذلك الصحابة؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال في آخر سورة الأنفال الآية 74، ودي مهمة جدا تحفظوها يا جماعة، قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. سورة الأنفال الآية 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لحد هنا الهاجروا ذي المنو جاهدوا آمنوا ذي المهاجرين من الصحابة. والذين آووا ونصروا منو الآو المهاجرين ونصروهم منو ذي الأنصار. يبقى الآية تتكلم عن المهاجرين وعن شنو يا جماعة؟ الأنصار. ربنا قال عن المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، وهناك ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأمرنا في هذه الآية باتباع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ المهاجرون والأنصار. يبقى لا يجوز أن نتبع غير سبيل الصحابة، لا يجوز، حرام في فهمهم للدين، في فهمهم للقرآن، في فهمهم للسنة، في تطبيقهم للدين، في فهمهم للعقيدة، في فهمهم للفقه. أي إنسان يفهم الكتاب والسنة بغير فهم المهاجرين والأنصار اللي هم الصحابة، ربنا قال نوله ما تولى ونصله جهنم. وهناك في الحديث قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اللي بيدخلوا النار هم المشوا بغير سبيل منا جماعة المؤمنين اللي هم صحيح. ولا يمكن يا جماعة ناس هم تلامذة الرسول زي ما قال الشيخ الفوزان، قال الصحابة هم تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل هس الآن الحزبين بيكشروا بشنو كذب ساعة كلامه. يجي واحد طافش طاير من السعودية تلقاه كان شغال طباخ ولا كده، يجي يقول لك أنا تلميذ العثيمين، بيكشروا بالحتة دي مش كده، أنا تلميذ العثيمين، أنا والله يا أخي تلميذ بن باز. ولو صدق تلقى حضر له محاضرة بس للموضوع كله واحدة بس، لكن والله تلميذ بن باز. وحينما جلسنا بن باز في حاجة 1412 وحصل كده يكذب للناس، هو لا تلميذ ولا حاجة، بيكشر بالحتة يقول لك أنا تلميذ ابن عثيمين، تلميذ بن باز، أنا والله جالست الألباني. حتى لو جالس مجلس واحد يكذب على الناس وأنا والله تلميذه كذب. فكيف بين الصدق وهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ديل حيكونوا كيف؟ وتلامذته فعلا فعلا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل القرآن من السماء، وهم جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ عليهم القرآن غضا طريا ثم يفسره لهم، وقد نزل الآن بسبب نزول
أو بقصة أو بحادثة حصلت قدامه. يجي واحد يقول يا رسول الله أنا بالليل في رمضان من الصحابة رضي الله عنهم وهو عدي بن حاتم وسحرت وخدت عقالين واحد أسود واحد أبيض لأنه ربنا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لسه ما كان نزلت كلمة من الفجر، فتنزل كلمة من الفجر الآن. الرجل ده يحكي القصة، تنزل كلمة الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويفسرها له النبي عليه الصلاة والسلام. ده حيكون فهم القرآن أكثر ولا واحد جليله؟ أول حاجة لغة عربية ما فهمها أصلا، لغة القرآن ذاته ما عارف، السنة ما عارفة، الصحابة ذاته ما عارف، أسمع عشرة منهم يقول لك لا والله أنا مجدد وهؤلاء طبعا يعني ناس قدام صحابة ديل وأنا فهمت القرآن الآن، وما يعرف لا اللغة العربية فهم القرآن، لا يعرف الحديث ولا القرآن ذاته ما قرأ كله، كيف يكون الكلام؟ لذلك لا يوجد أحد على وجه الأرض إلى يوم الدين يفهم القرآن والسنة كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد ولن يوجد أصلا. والاقتداء بهم، والاقتداء بالصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ولما سبق من الآيات وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زي شنو مثلا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها النواجذ. ثاني من الأدلة على وجوب الاقتداء بالصحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس في كل شيء الصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لأن ربنا أثنى عليهم وأثنى على من اتبعهم، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وغير من الأدلة من الكتاب والسنة. وترك البدع، طيب وترك البدع، والبدعة لغة هي الأمر المحدث والجديد، هي الأمر المحدث والجديد. قبل ما نجل المعنى الشرعي والإصطلاح للبدعة، إننا فائدة مهمة جدا، وهي رد على شبهة كبرى يأتي بها الصوفية وغيره من أهل الضلال في معنى البدعة لغة. تعلم أن عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، قال ذلك في شأن صلاة التراويح، مش كده؟ هنا بيجوا الصوفي وغيره من أهل الضلال قالوا طالما عمر قال نعمة البدعة معناته في بدعة شنو؟ حسنة. العلماء ردوا قالوا هنا عمر قصد بكلمة البدعة قصد المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي الشرعي. طيب هل يمكن وهل يجوز في الشرع، في الشرع وفي اللغة كذلك، أن يتكلم الإنسان بلفظة أو اصطلاح أو كلمة ويعني بها أحياناً المعنى اللغوي؟ لما يجوز. وهل هذا موجود في نصوص الكتاب والسنة أم غير موجود؟ إذا وجدنا إنه موجود يبقى يتحل يا جماعة، يتحل الإشكال، صحيح ولا ما صحيح؟ فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ نعيده ثاني. عمر قال نعمة البدعة هذه، الصوفية قالوا ذا معناته إنه في بدعة حسنة، وده دليلنا، ده أكبر دليل عندهم بالمناسبة، أكبر دليل عندهم في الاستدلال على باطلهم في زعمهم أن هناك بدعة حسنة. نقول لهم ده مقصود به لغة، أن عمر بن الخطاب إذا قصد معنى البدعة الشرعي
البدعة في الشرع مذمومة ولا محمودة؟ مذمومة ولا محمودة؟ محرمة ولا حلال؟ محرمة. فكيف عمر بن الخطاب يقول نعمة يمدح شيء محرم؟ عمر الخطاب قصد معنى البدعة لغة. لكن السؤال والحل لهذه الجبهة، هل يجوز للإنسان أن يطلق كلمة زي ما عمر أطلق بدعة وأراد بها معنى اللغة، ما المعنى شنو الاصطلاح، هل يجوز للإنسان ذلك أن يطلق كلمة أو اصطلاحا ويريد به المعنى اللغوي فقط غير المعنى الآخر الاصطلاح الشرعي؟ موجود الكلام ده في النصوص يا جماعة. ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كيف ربنا يقول للرسول صلي على 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 هؤلاء الناس الذين أخذت منهم الصدقة يعني الزكاة؟ يعني كيف، هل يجوز يعني إنسان يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر لفلان أو شيخ فلان؟ يجوز الكلام ده يا جماعة؟ طيب ما معنى الصلاة في هذه الآية؟ الدعاء. وهل هذا المعنى الدعاء المعنى اللغوي ولا المعنى الاصطلاحي للصلاة؟ المعنى الاصطلاحي للصلاة هي صلاة ذات حركات مخصوصة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام وإلى آخره، صحيح ولا ما صحيح؟ هنا في الآية دي قصد المعنى اللغوي للصلاة ولا المعنى الاصطلاحي؟ اللغوي الذي هو شنو يا جماعة؟ الدعاء. إذن هذه الآية قال الله فيها وصل عليهم، وأراد الله المعنى اللغوي، ما المعنى الاصطلاحي للصلاة؟ المعنى الاصطلاحي للصلاة هو الصبح والظهر بهذا الشكل. طيب في نص آخر من القرآن، نص آخر قال تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، سورة هود، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قصد شنو بصلاتك دي؟ قصد شنو؟ قال المفسرون لا، هنا كمان ده معنى لغوي ثاني كمان لكلمة الصلاة، ما الصلاة العادية دي ولا الدعاء، القراءة والتلاوة. سبحان الله، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والصلاة في اللغة معنى آخر التلاوة، دي ذات اسم صلاة. وكان الأنبياء يتلون الكتب التي أنزلت عليه من السماء. طيب فده معنى آخر، لكن معنى شنو يا جماعة؟ لغوي، معنى لغوي لكلمة الصلاة. قالوا يا شعيب أصلاته. فمن فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علم لعلمه وفقه بالكتاب القرآن الكريم وبالسنة أنه يجوز للإنسان أن يطلق لفظا أو اصطلاحا أو كلمة ويريد بها أحيانا المعنى يا جماعة اللغة، ويريد بها أحيانا المعنى اللغوي. فدرت قوي جدا لهذه الشبهة، إذا الإنسان حفظه وفهمه وضبطه تمام نقول لهم عمر قصد المعنى اللغوي. لأنه أنتم ذاتكم يا صوفية، هل بتظن أن عمر بن الخطاب يريد أن يفعل الحرام؟ لك لا طبعا، إحنا ما قلنا كده. طيب من وين جبت أنه إنسان أطلق كلمة وأراد بها المعنى اللغوي؟ من القرآن، من القرآن. يطلق الإنسان الكلمة يريد بها أحيانا المعنى اللغوي، ويطلق الإنسان الكلمة ويريد بها المعنى شنو يا جماعة؟ الإصطلاح. طيب والبدعة في الإصطلاح هي ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين مما ليس له مثال سابق، ما أحدث في الدين مما ليس له مثال سابق. وعندها تعاريف كثيرة طبعا البدعة، لكن ده من أضبط التعاريف، ما أحدث في الدين مما ليس له مثال سابق. صلاة التراويح ذاتها قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هل لها مثال سابق ولا ما عندها؟
عندنا مثال سابق اللي هو شنو؟ فعل إبراهيم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري 3 ليالي أو 4، شك الراوي 3 أو 4 مرات. بعد ذلك لما لقى الناس اتجمعوا بقى صلوا وراه الليلة الرابعة أو الليلة الخامسة أمسك، يعني قاعد جوا بيته ما طلع صلاة، فقال لقد علمت مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فبقى ما يطلع لهم. لكن لو لاحظت إنه ما منعهم، بس قال خشيت أن تفرض عليكم، ما قال لهم نسخت مثلا، ما قال لهم خلاص ثاني ما صلوها، ما قال كلام، يعني بقت الصلاة الطريق ماله باقية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع، بس خايف حاجة واحدة، إنما تبقى واجبة عليهم وما قد ما يستطيعوها الناس يعني في آخر الزمن، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم مات، وعمر وأبو بكر الصديق خلف لحد ما جت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فجمع الناس على قارئين وقال لهم صلوا بالناس صلاة التراويح. عمر بن الخطاب جاب الفهم من وين؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام أمسك لكن ما منعه منها، يبقى سنية موجودة، بس النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لكي لا تفرض، لكن هي سنة موجودة. ثم نحن واجب علينا أن نقتدي بمن؟ بعمر وبالخلفاء الراشدين المهديين الأربعة بنصوص الأحاديث الصحيحة، منها قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، تمسكوا بها. فكيف نخليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقول لنا تمسكوا بسنته. ومن سنة الخلفاء الراشدين ما فعله من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب ما جاب براءه من عنده، إنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي أو 4. يبقى كلمة عمر نعمة البدعة، ما قصد بها البدعة في الاصطلاح اللي هو الحرام، لا، وإنما قصد بهذه الكلمة في اللغة الشيء الحديث، لأنه أحدثه بعدما اندثر. يبقى معنى البدعة لغة شنو يا جماعة؟ الشيء الحديث أو الجديد. طيب، وفي الاصطلاح ما أحدث في الدين مما ليس له مثال سابق. صلاة التراويح عندها مثال، يبقى هي ما بدعة في الشرع، ما بدعة في الشرع. نعم. وكل بدعة، والبدعة يا جماعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، دي كلها بدعة مكفرة، بدعة مكفرة تخرج الإنسان من الملة. والنوع الثاني من البدع بدع مفسقة، ما تخرج الإنسان من الملة لكنها مفسقة، وهي ما دون الكفر، ما دون الكفر، زي الدعاء الجماعي بعد الصلاة، زي التبليغ في الصلاة، وغير من البدع التي هي دون الكفر، الاحتفال بالمولد، وإن كان الآن احتفالات بالمولد بقى في غالبها كفر ذات، المدايح اللي بيقولوها والموالد اللي بيقولوها، كل طريقة عندها مولد براو، لو راجعت المولد بتاعها في الغالب تلقى فيها كفر بالله أكبر وشرك مخرج من الملة. أيوة. وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات. وكل بدعة فهي ضلالة، هذا رد من الإمام أحمد على من زعم أن هناك بدعة حسنة. وقد قال ابن عمر، والأثر ده احفظه جيدا، صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة، في كتاب الإبانة، قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال
كل بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، وإن رآها الناس حسنة. درد واضح على الناس اللي بيقولوا في بدعة شنو يا جماعة؟ بدعة حسنة. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة في الدين ضلالة، كل بدعة، وإن رآها الناس شنو يا جماعة؟ حسنة. وإن رآها الناس حسنة. وقال الإمام مالك فيما نقل ابن حزم في كتاب المحلى، قال الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى، الأثار دي مهمة تحفظوها، لأنه دي شبهات الآن بتاعت الناس، دي الشبهات اللي بيهدم بيها المتصوف الإسلام، لازم تحفظ الردود عليها وتضبط. عشان كده أنا بجيب لك بالمصدر بتاع نقل ابن حزم في المحلى، قال الإمام مالك: كل بدعة، من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدًا خان الرسالة. قال الإمام مالك: لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن، كل كلام الإمام مالك، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح جدا، ورد قوي جدا على الشبهة اللي بيجيبوها الليلة إن والله دي بدعة حسنة، ودي شبهة خبيثة وخطيرة جدا يا جماعة. لأنه أي زول حيألف من راسه حاجة في الدين أو يخترع من راسه شيء جديد في الدين يقول لك دي بدعة شنو؟ حسنة. المولد قالوا بدعة حسنة، الشركيات اللي بيقولوها في مدايحهم قالوا دي بدعة حسنة، أي حاجة باطلة واحيانا تخرج الانسان من الدين ومن الاسلام يقول لك دي بدعه شنو؟ حسن. الامام مالك قال: من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فكانما زعم ان محمدا خان الرساله. الاثار دي احفظوها جيدا يا جماعه واضبطوها جيدا، والحفظ يكون بالتكرار، الحفظ يكون بالتكرار، كل يوم تكررها وتمشي تبلغها للناس في المساجد، لأن بترسخ في راسك ما بتروح، لما تبلغها للناس في المساجد ما بتروح. أيوة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات يعني الجدال، يعني قبل ما نجي الجلوس مع الأهواء دي مسألة أخرى. الجدال نوعان، الجدال نوعان: جدال محمود، هذا هو النوع الأول، وجدال مذموم، هذا هو النوع الثاني. الإمام أحمد هنا قصد يا نوع المذموم، لأنه قال ترك الخصومات، الخصومات. أما الجدال المحمود يا جماعة هو مناظرة أهل البدع، إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومن لم يناظر أهل البدع مناظرة تقطع دابرهم لم يوفي للإسلام حقه، لم يوفي للإسلام حقه. والكلام ده بنقوله لأنه في بعض الناس المنتسبين للسلفية بيقولوا المناظرات اصلا حرام كلها لاهل البدع، وبياخذوا كلام الامام احمد ده وترك الخصومات يقول لك حرام، وبعض الاثار الاخرى من السلف. لا، السلف ما قصدوا اي نوع من المناظرات والمجادله لاهل البدع، والا السلف يعلم قول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي شنو؟ بالتي احسن.
وقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأمرنا بمجادلة أهل البدع ومجادلة أهل الكتاب ولكن بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فكيف ربنا يأمرنا بمجادلتهم يعني مناظرتهم، ويجي واحد يقول المناظرات كلها حرام؟ إبراهيم عليه السلام ناظر من؟ نمرود بن كنعان. والنبي عليه الصلاة والسلام ناظر اليهود عدة مرات، وناظر المشركين عدة مرات. يوم جالس مع مشجع الوشتة مع واحد كده من العلماء، فوجدت بواحد جالس معه شاب حميم عامل فيها داعي وعامل فيها وعامل فيها، شبك فوقي قال لي تدعوتكم كويسة لكن المناظرات دي حرام. قلت له كلها؟ قال كلها يا زول. قلت له إبراهيم عليه السلام ناظر النمرود؟ قال لي خليني من إبراهيم. والله العظيم جدا. فده جهل مركب يا ناس، جهل كونه يقول خليني من إبراهيم عليه الصلاة والسلام جهل. هذه كلمة خطيرة جدا بالمناسبة على قائل واحد. وكون يفتي أن المناظرات كلها حرام ده باطل من أبطل الباطل، وإلا هو كلامه معي وجداله معي ده ذاته شنو؟ ذاته مناظرة، لكن هو فاهم أصلا. المهم، فالمناظرات والمجادلات نوعان، نوع منها محمود ونوع منها مذموم، لكن الضابط شنو؟ بين المذموم عشان نعرف أنه ده مذموم وده محمود. قال علماؤنا أولا أن تقتضي المصلحة الشرعية ذلك، ما يكون ما في مصلحة والتجاري دار تناظر. اثنين أن تضطر إلى ذلك، يعني أنت ما تكون تفتش في المناظرات تعال تعال نظرك تعال نظرك أقعد أناظرك، لا. ثلاثة أن يكون عند المناظر علم يكفي في قرع الخصوم وقطع حجته، يعني ذو الجاهل دزات ونقول تترك الخصومات والمناظرات والمجادلات وحرام تناظر لأنه ذو الجاهل، وحيمشي بحماس ويحاول ينصر الإسلام فيخزل الدين ويخزل المسلمين زي ما حصل لمناظرات الحزبين. واحد عشان شاف ده تلفزيون وغناء فضائية يمشي يأكل عمة ويطاير وما حضر أي حاجة ولا فاهم حاجة أصلا. ما شفت الدجال ما قادر يغني ذاك لحد الرجم؟ ما شفته حد الرجم؟ ما قادر يثبت لأنه في الرجم أصلا في الإسلام. وذاك بينكر السنة كلها، كل السنة بينكرها، بينكر القرآن ذاته، لكن ده ما فاهم ما فاهم. يقعد يقول لي قال السيد سابق شايل كتاب فقه السنة، وذاك عنده رأي في الرسول صلى الله عليه وسلم، مناظرته ما بتكون كده أصلا. المهم، رابعا قال علماؤنا أن يكون للمناظر من أهل الحق علم تام بكتب أهل الباطل والبدع، يكون علم تام بكتبهم وحججهم، يعني مش تكون عارف القرآن والسنة بس وعالم بهم بس، ده ما يكفي بالمناسبة المناظرة، أن تكون عالما بكتب أهل البدع دار تناظرهم دين وحججهم محيط بها. عشان كده قالوا كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ناظر أو رد على مبتدع كان أول شيء بيرد عليه بالكتاب وبالسنة بفهم السلف الصالح، ويرد عليه من كتبه، ويأتي إليه بكلام من كتبه وحجج مشايخه لا يعلمه حتى المناظر، يعني مش يرد عليه بالقرآن والسنة وكذا بس، يرد عليه بكتب ذاته، هو ذاته ما قرأ وذاته ما عرف. هكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلازم يكون عندك علم تام بالكتاب بالسنة بفهم السلف، وكذلك بكتب وحجج المناظر ذاته من أهل البدع دار تناظره. فأما غير ذلك لو زول ما توفرت له الشروط دي الأربعة والخمسة دي ده يترك المجادلات والخصومات. والمناظرة يا جماعة الآن ما إلا بس تجيه جمهور ده وجمهور ده والحكم وكده بس، حتى اللي بتعملوه في النت ده تناقش لك زول يرد عليك وتجي ترد عليه دي ذاتها مناظرة، وينطبق فيها الأحكام دي. يعني لو أنت ما عندك علم الكتاب والسنة فهم السلف، أو ما عندك علم بكتب الزول ده وحججه، ما يجوز لك تناقشه أصلا. ولو ما اضطريت إلى ذلك وكان في مصلحة شرعية فيها نصر للإسلام والمسلمين برضو ما يجوز لك شنو تجادل، لأنه نحن أصلا أمرنا بترك الجدال والمراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام
وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان شنو؟ ولو كان محقا ولو معك الحق. أنت أمرت بتركه أصلا، ولما توفرت الضوابط والشروط يا جماعة ما يجوز لك تمشي تناقش لا في فيسبوك ولا في ما بعرف ليه تاني شنو واتساب ولا في غير ولا في غير ولا في غير. وتعجب واحد يوم ضرب لي الساعة 12 بالليل صحاني من النوم يضرب كر 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 كر، أنا قلت يمكن في زول مات في حاجة، رديت قال لي يا أخي أنا الآن بناظر لي زول في النت ما عارف في فيسبوك ولا في شنو بعد، فقال لي وجاب لي شبهة ولا شبهتين اها وريني الرد سرعة سرعة سرعة، قال لي أبيت أوري أنا عرفت موضوعه والرد على شبهتين والله أبيت أوري. قلت له أول حاجة ما بجوز لك أنت تناقش وتناظر، لأنه أنت بعد ما دخلت بالمناظرة بقيت تفتش في شنو؟ في الرد، معناته أنت ما أهلي أصلا، وحرام أنت نديك ذاته سلاح تكاتل به، لأنه أنت لست أهلا لحمل السلاح أصلا، أنت ما مدرب أصلا، سلاح ده ممكن تلف وتضرب به شنو؟ تضرب به نفسك، وده الحاصل الآن. فالإنسان يا جماعة يحذر ويترك الخصومات. وصية الإمام أحمد بن حنبل دي والله مهمة جدا لنا، الإنسان يترك الخصومات في الدين إلا بالشروط اللي قلناها قبل، وهي شروط ما سهلة، ودائرة زمن ودائرة علم ودائرة صبر. هسه القاعدة بالوطن دي حارة ولا ما حارة؟ الآن دي حارة ولا ما حارة؟ حارة. فالعلم ده عشان تتطور وتمشي تناقش وتناظر ده والله داير تعب شديد، تعب ما تتخيل أنت خلاص الليلة مثلا في بيت دين قال تعالي أصوفي ناظرك، والله يبقين صوفي معه بكرة القاعدة تجاني ورابط نصها كمان يركب فيك شبهة ما تمرك تاني إلى يوم القيامة. فزول يترك الخصومات دي لحد ما شنو يا جماعة يتعلم يكون عنده القدر الكافي لرد الشبهات، وده داير صبر وطولة بال. يا غلان انت لو تاجر بتصبر صح ولا ما صح؟ تبدأ صغير وتصبر وتصبر ويضربوك بجاي وتقوم بجاي وتقع بجاي وبعدك تمشي في شق دي دنيا ساكن، فما بالك في الدين. إن هذا الدين متين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ما تستعجل، ونحن ما دارنا أقنعك، لكن الموضوع ده ما موضوع سهل يا جماعة، ولازم أنا أقنعكم من الخصومات الباطلة دي، لازم أقنعكم منها بالذات مع وسائل التواصل النت وما النت والحاجات الحاصلة الآن. الناس بقت تتوسع في المناظرات، بعدين بخشوا في غرف شنو ويناغذوا رب الصوت ويجيك طاير ويقول لك والله ناقشت لي شيعي فك لي شبهتين كده أمروق عليك الله مني سريع. أنت تدخلك شنو أصلا؟ أنت تدخلك شنو أصلا من الأول؟ فأترك الأمور دي، ودي وصية من إمام أهل السنة والجماعة، وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء دي إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.